في يوم لم تلعب فيه الأرض مع أصحابها. كان المنتخب المصري هو المنتخب الوحيد اللي استطاع أن هو يعمل نتيجة إيجابية أمام السنغال على ملعبه في القاهرة. الكاميرون خسرت على ملعبها قدام الجزائر، مالي خسرت على ملعبها قدام تونس، الكونغو تعادلت على ملعبها قدام المغرب، وغانا اتعادلت على ملعبها قدام نيجيريا. وبالتالي احنا المنتخب الوحيد اللي على ارضه قدر ان هو يحقق مكسب في مباراه ما كانتش سهله على الاطلاق. واتفق معايا طبعا نجمنا النهارده في السادسه كابتن ماهر همام ان مباراه العوده هتكون في منتهى الصعوبه، لكن بالتاكيد الامل بقى كبير جدا بعد ما قدرنا ان احنا مش بس نسجل، ان احنا كمان ما نستقبلش قدام منتخب السنغال على ارضنا. خلينا نسمع راي كابتن ماهر في مباراه امبارح، ونسمع رايه الاهم طبعا في كيفيه مواجهه منتخب هو الاقوى من وجهه نظري. مش عارف كابتن ماهر همام هيتفق معايا ولا لا، لكنه المنتخب الاقوى من وجهه نظري حاليا على مستوى القاره الافريقيه. مساء الخير كابتن ماهر. مساء الخير يا ابو حميد، نور الدنيا. ربنا يكرمك يا حبيبي. مبروك بدايه، خطوه اولى كانت صعبه ولكن نجحنا فيها. يمكن كنا نتمنى ان احنا نغطي الهدف بهدف تاني، كانت هتسهل كتير قوي علينا في مباراه السنغال، لكن في النهايه نجحنا في التسجيل وحرمنا المنتخب السنغالي من التسجيل. شايف ازاي مواجهه امبارح واهم المكاسب من وجهه نظرك؟ يعني بسم الله الرحمن الرحيم، بنبارك طبعا لجمهور مصر والمنظومه الرياضيه في مصر على مكسب امبارح السنغال 1-0. وعايزين برضك يا احمد نقول لتذكرتي متشكرين، يعني بصراحه التنظيم اللي اتعمل امبارح استاد القاهره يعني ظهر بثوبه الجديد زي ما بيقولوا. صحيح. يعني واحنا طول عمرنا عارفين ان استاد القاهره ده مرعب للافارقه وجماهير مصر الكبيره العظيمه، الاسره الرياضيه او الاسره المصريه، الزوج والزوجه والاولاد كانوا موجودين يعني بصراحه امبارح وكانوا منورين استاد القاهره. بالاضافه للمباراه يعني كوره ان احنا طلعنا مبسوطين. انا الحقيقه الجمهور كان اكتر من رائع. بالزبط. والاستاد كان عالمي امبارح. يعني لازم نحيي استادات، انا يمكن عشان دي الوقت ما قلتش ده في المقدمه، لكن استاد القاهره امبارح ولا اروع ولا اجمل. وحطه في مقارنه مع اي استاد في العالم، بجد حاجه صوره. بالزبط. تشرف مصر الحقيقه امبارح، يعني تحفه معماريه زي ما بيقولوا. وده الحمد لله رب العالمين اللي احنا وصلنا بقى عندنا امكانيات يا احمد، البنيه التحتيه والاستادات على اعلى مستوى. احنا النهارده لو في تنظيم كاس العالم نقدر ننظم كاس العالم، واحنا طبعا مطمنين بشكل كبير. يعني فانا بعتبر ان الجمهور المصري امبارح هو رجل المباراه الاول بصراحه، ويليه اللعيبه. عايز اقول لك يا احمد، مسافه معلم مصر بترفع والسلام الجمهوري بيتضرب، بيحصل نوع من الاستنفار. امبارح كان واضح قوي ان لعبتنا من التركيز باين على عينيها، على وشها التركيز والاصرار ان هم فعلا يكسبوا المباراه. ودي من ضمن الحاجات اللي يعني احنا متوارثينها اجيال ورا اخرى. ايوه. فامبارح كلنا كنا مطمنين. مطمنين قوي ان اولادنا، يعني مش عايزين نقول رد اعتبار، لان هم كسبونا يمكن في كاس افريقيا. ايوه. بضربات الترجيح، وضربات الترجيح كلنا عارفينها مظبوط بتبقى فيها توفيق وعدم توفيق، لكن امبارح كان في رد اعتبار حقيقي بالنسبه للعبتنا. قدرنا ان احنا بصراحه من بدايه المباراه يعني وريناهم العين الحمراء زي ما بيقولوا بلغه الكوره، وده كان واضح من الستارت الاولاني لمنتخب مصر والنزعه الهجوميه اللي احنا بدانا بيها. يعني الناس كانت امبارح بتتكلم لو الهدف ده اتاخر يا كابتن ماهر، يعني لو قلنا مثلا انه بدل ما نسجل في الدقيقه 4 الهدف ده جه في نهايه الشوط الاول او في بدايه الشوط الثاني، كنت اتوقع انه منتخب مصر يقدر يهاجم السنغال بنفس الطريقه اللي ابتدينا بيها المباراه شوط كامل او يعني وقت اطول، ولا امكانيات السنغال ما تسمحش بده؟ بص يا احمد، الحاجات النهائيه اللي بالشكل ده مع فرقتين ليهم باع كبير جدا واسماء كبيره جدا في عالم كره القدم بتبقى صعبه قوي. يعني بتبقى النتيجه يعني هنرجع لجميع الديربي اللي موجودين في العالم، هتلاقي النتيجه بتبقى 1-1 2-1، يعني ما بتبقاش النتيجه بتبقى كبيره زي ما الناس متخيله. كل الماتشات اللي معانا في يعني الاربع جولات التانيين زي ما انت ذكرت، نيجيريا غانا 0-0، المغرب الكونغو 1-1، الجزائر كسبت الكاميرون على ارضها 1-0، واعتقد تونس كسبت مالي 1-0 برضه. يعني نتيجه طبيعيه، يعني مفيش فرقه سجلت هدفين يعني. بالظبط. لما نقعد كده نفكر ونقول ان احنا لا بنقابل خصم، يعني عايز اقول لك اللي سحب القرعه يعني دي كانت تقيله قوي بصراحه. انا ما كنتش اتمنى يا احمد ان انا اقابل بس والله كابتن ماهر خلينا نتفق على حاجه برضو. يعني انت لو كنت قابلت المغرب او كنت قابلت الجزائر
يعني ما اعتقدش ان المواجهه كانت هتبقى اقل صعوبه. الجزائر يا احمد، لكن المغرب نقدر المغرب يعني احنا شفنا المغرب بصراحه في المباراه بتاعتها مع مع الكونغو برضك مش هو المغرب اللي احنا كنا يعني متخيلين له. لكن الجزائر زي ما انت قلت والسنغال فرقتين تقال فعلا. يعني انا اول مره يمكن انا لعبت الدوري يمكن 15 سنه اول مره ان اقابل فرقتين بالشراسه دي والامكانيات دي. وده برضك ليه اسباب يا احمد ان معظم فرقه السنغال بتلعب في اوروبا. لا ده انا جاي لك في الصعب بقى في الحته دي. انا جاي لك في اوروبا بيدي لك ايه مرونه تكتيكيه وبيدي لك خبرات وبيدي لك اداء وبيدي لك ثقه وبيدي لك مهاره. طب قبل ما اكمل في الكوره تحب اكلمك في النقطه دي، يعني مجهز لك سؤال كده محتاج بالذات انت حضرتك اسمع وجهه نظرك فيه. احنا لو بصينا لمنتخب مصر في اخر 3 4 سنين منتخب كبير ومنتخب شباب، ولو بصينا للانديه المصريه في اخر 3 4 سنين برضو هنلاقي انه انجازات الكره المصريه التاهل لنهائي امم افريقيا مرتين، التاهل لكاس العالم مره، مظبوط؟ بالظبط. منتخب الشباب بطل افريقيا وشارك في اولمبياد طوكيو. على مستوى الانديه الاهلي المصري بطل دوري الابطال نسختين، ثلاثه او اثنين برونزيه كاس عالم، اثنين سوبر افريقي. ده ملخص انجازات الكره المصريه في اخر 3 4 سنين. تعال نبص مردود ايه، مردود ده النتائج دي ايه على مستوى عدد المحترفين المصريين، واحنا ليه لاعبتنا ما بتطلعش بره بنفس الكم. لعبنا امبارح منتخب كله محترف في الخارج في اعلى واكبر انديه باستثناء حارس المرمى الثاني هو بس بيلعب في السنغال. ليه ما فيش ترجمه للانجازات دي على مستوى عدد اللاعبين المصريين المحترفين بره من وجهه نظرك؟ هو ده احمد زي ما انت بتقول بصراحه احنا مطلوب من المسؤولين ان احنا نبدا بقى. يعني نبدا نفتح الطريق لاولادنا بشكل كبير، وده شفنا نتاج الاحتراف الخارجي على فرقه السنغال او الجزائر. انك انت دلوقتي بيعتبر من اقوى الفرق اللي موجوده في افريقيا، وخلال ان احنا ماشيين بسياسه زي ما انت ذكرت كده يا احمد بالنسبه للانديه وعلى رسوم النادي الاهلي في تفوق كبير جدا. قوام المنتخب اذا كان المنتخب الاول او منتخب الشباب الاولمبي موجود من لعيبه النادي الاهلي. كمان حتى شكل المنتخب، احنا النهارده بقى عندنا ثقه في منتخبنا في اولادنا بشكل كبير جدا مع مستر كروش. يعني احنا بقى يمكن سنتين بنعد فعلا احلال وتجديد بشكل كبير. النهارده بقى عندنا منتخب انا بعتبره من اقوى المنتخبات اللي موجوده. فناقصنا بس الحته ان احنا عدد اللعيبه المحترفين يزيد شويه يا احمد. بمعنى ايه؟ بمعنى لما بيبقوا اربع خمس لعيبه ايه المانع يبقوا 10؟ ايه المانع يبقوا 12؟ لان خد بالك انت النهارده لما اللعيب بيروح اوروبا استفاده كبيره جدا بصراحه، في تطوير من خلال العامل الفسيولوجي، من خلال العامل النفسي، من خلال العامل البدني، من خلال العامل المهاري، بيحصل تطوير للعيب في المنظومه بشكل كبير. احنا شفنا تريزيجيه ومحمد صلاح، يعني تريزيجيه لما في المباراه دي تحس ان تريزيجيه فعلا استفاد في الفتره اللي فاتت دي من الاحتكاك الاوروبي، في وقفته، في تحضينه، في اختراقاته، في رؤيته، في مهارته، في سرعته، لا حصل تطوير بشكل كبير. فانا انا بطلب بصراحه ان بقى لازم عندنا من المسؤولين جرأه بقى ان احنا فعلا نفتح الباب لاولادنا عشان يبقى العائد علينا المنتخبات بهذا الشكل. يبقى احنا مش اقل من السنغال، مش اقل من الجزائر، مش اقل من المغرب في عدد المحترفين. فنتمنى هذا ان شاء الله. هنفتح الملف ده بالتفصيل بس نعدي ماتش السنغال، لانه بيتهيألي كمان حتى لو ان شاء الله ربنا اكرمنا وقدرنا نتجاوز السنغال احنا متفقين انه مستر كيروش لو كمل يعني او لو اتحط له هدف تاني ان شاء الله مع تاهلنا لكاس العالم، احنا المنتخب عايز شغل كتير عشان نبقى موضوعيين وندي لكل حاجه حقها عشان ما ندفنش راسنا في الرمله زي ما بيقولوا. خلينا نستعرض مع كابتن ماهر اراء حضراتكم او جزء بسيط من اراء حضراتكم في فكره الطريقه قبل ما اسمع طبعا راي نجمنا النهارده كابتن ماهر همام في ايه الطريقه الامثل لمواجهه السنغال على ملعبها. في اعتقد هتبقى مواجهه اكتر شراسه بكتير. ونبتدي مع يوهانا تاكي تقريبا يعني 4-3-3 مختار عمر كمال في البدايه مع ياسر وايمن. احنا متفقين انه عبد المنعم والونش مش هيلعبوا المباراه دي فهو مختار ياسر وايمن ومعاهم فتوح وفي النص السوليه وحمدي والنني ومعاهم قفشه وصلاح ومرموش. طيب وبيكلم على انه التغييره ممكن تبقى زيزو وتريزيجيه وعماد دونجا وبعد كده ربيعه يدفع بيه لانه يدعم خط الوسط وممكن يكون في عمر جابر التغيير الخامس اللي كيروش لا يلجا اليه ابدا.
طيب نشوف رأي تاني من أحمد الشربيني. نفاجئ السنغال في أرضها في أول ماتش بلعب هجومي، ده ممكن يلخبط كل حسابات السنغال الحقيقة. وإذا كنا في مصر لعبنا 80% من الماتش داخل المناطق بتاعتنا، هناك هنعمل إيه؟ طيب سؤال منطقي جدا طبعا، ولكن السيناريو طبعا ننسحب طبعا. في ناس أنا عارف طبعا وأنا متفق معاك، والناس كتير ممكن تبقى مش راضية على أداء المنتخب ومتوقع أنه هناك هيبقى فيه يعني قسوة شديدة جدا من منتخب السنغال، لكن لكل مقام مقال ولكل حدث حديث زي ما بيقولوا. وارد جدا زي ما قلت لكم أنه سيناريو المباراة اللي جاية يبقى مختلف تماما عن السيناريو اللي أنتوا شايفينه أو اللي أنتوا يعني مش متفائلين بيه. الهجوم خير وسيلة للدفاع، هتربك الخصم، ده رأي متواضع من محمد أبو شادي. عصام بيقول التوازن بين الهجوم والدفاع. طيب ده جزء من ارائكم، خلينا ناخد راي كابتن ماهر همام. هل تتوقع كابتن ماهر انه، خليني قبل ما اسالك على الطريقه والتشكيل في ماتش السنغال واسمع رايك كده زي ما شفنا راي الناس، اسالك قدرات منتخب مصر الهجوميه هي كده؟ ما عندناش اكتر من كده؟ ولا شايف انه وجهه نظر المدير الفني او الجهاز الفني للمنتخب انه افضل طريقه انك تلعب منتخب زي منتخب السنغال انك تحجمه من خلال تكتيك دفاعي زي اللي شفناه في مباراه، حتى لو كنت بتلعب على ارضك وبين وسط جمهورك؟ انت فاكر يا احمد احنا كنا اتكلمنا في كذا حلقه، قلنا احنا الراجل ده نقدر نعمل له تجديد عقد لمده 4 سنين، مشروع. واضح ان كروش عنده مشروع، ف طبعا نتمنى ان هو يستمر معانا ان شاء الله في حاله منتخبنا ان شاء الله باذن الله يوصل لكاس العالم، او الله يقدر يحصل حاجه. محتاجين لو حصل حاجه يكمل ولا شكرا؟ انا شايف انه يكمل. يتعمل مشروع بشكل كبير جدا، لان الراجل ده فعلا اول ما جه احنا حسينا من البطوله العربيه وكاس الامم الافريقيه، النهارده بقى في شكل المنتخب بشكل كبير جدا. فانا شايف ان الراجل ده لسه يكمل. عنده شغل كتير جدا، مش عايزين حد يرجع بقى نجيب حد يبقى نرجع من الاول وجديد. فاحنا النهارده وصلنا قطعنا شوط كبير جدا مع الراجل ده، اتمنى ان اتحاد الكوره يكون عنده رؤيه مستقبليه انه يكمل. يكمل الراجل ده بشكل كبير. طيب شايف انه دي امكانيات لعبتنا، امكانيات فرقتنا، انه احنا بنلعب اكتر مباريات، وحتى شفنا ده في بطوله افريقيا مباريات دفاعيه اكتر منها هجوميه، ولا دي وجهه نظر الجهاز الفني وبيفرضها على اللعيبه او على تشكيل الفريق بما انه دايما بيميل لاختيارات تميل للناحيه الدفاعيه اكتر منها الهجوميه؟ اكيد هو طبعا بترجع للمدير الفني، هو 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 طبعا الراجل المسؤول الاول والاخير على توليت مهمه الفريق القومي بالنسبه للاعداد النفسي، الاعداد الذهني، الاعداد المهاري، الاعداد الخططي، وكل ده بيبقى هو الراجل صاحب القرار الاول والاخير. اختياراته للعيبه، اختياراته للتشكيله، اختياراته للطرق كمان مهم جدا، لانك انت يعني اعلى سقف هو سقف المنتخب القومي. تمام. فاكيد اللعيبه دي عندها خبرات وعندها درايه بشكل كبير جدا، خصوصا اللعيبه المحترفين اللي هم ليهم تاثير وباع كبير جدا على مع وجود ده كله يا كابتن ماهر موجود. انا شايف ان في مشاكل احنا مش عارفين نحلها، اهمها فكره الاستحواذ، احنا ما بنعرفش نمسك كوره، واي فريق بيضغط علينا بيتعبنا وبيرقنا، حتى لو كان اللي بيلعب ده محمد صلاح او تريزيجيه او اي حد، اسم الاسماء كلهم اسماء كبيره جدا، لكن في النهايه جماعيا ما عندناش فكره القدره على الاستحواذ. اي ضغط بيرهقنا بشكل كبير جدا، لعيبه بتخلص بالكوره في مناسبات كتيره جدا. خلينا نتكلم على ده، لان الحاجات دي مفترض هنشتغل عليها، انه الماتش اللي جاي أساسي هيبقى اصعب بكتير جدا من ماتش امبارح. خلينا نروح لفاصل ونرجع نسمع راي كابتن ماهر همام. مرة تانية برجع لحضراتكم واكمل كلامي سريعا على منتخب مصر في الجزء المتعلق بمباراة امبارح. هل القصة كابتن ماهر مرتبطة اكتر بانه الراجل فلسفته، انا كنت بقول في اول حلقة انه المنتخب من بعد مرحلة كابتن حسن شحاتة وثلاثة امم افريقيا ما شفناش منتخب مصر لا حتى في كاس العالم ولا في النسختين اللي وصلنا ليهم في نهائي امم افريقيا، ولا مع برادلي ولا مع اجيري ولا مع هيكتور كوبر ولا مع كارلوس كيروش لقدرات هجوميه؟ هل الجيل ده قدراته كده اكتر دفاعيه، ولا الناس بتسال؟ لانه الناس حتى وان كانت فرحانه بالمكسب مش عاجبها قوي او مش راضيه قوي عن الاداء. يعني مع احترامي طبعا جيل الكابتن حسن شحاته كانت نماذج كلها موهوبه. ايوه. يعني في الجانب الهجومي بالذات. وعنده بردك لعيبه يعني على اعلى مستوى في الجانب الدفاعي، يعني انت ممكن احمد قبل ما اطلع على الهوا جبت نموذج من النماذج اللي احنا كنا نتمناها طبعا في الايام دي، عماد متعب
وشفنا الاهداف الجميله اللي مد، اذا كانت بدماغه او تصويبات او اختراقات. فيعني حاله من ضمن الحالات اللي كانت موجوده مع كابتن حسن شحاته، ويمكن كان عنده حالات كمان زي عماد واكتر من كده. لكن انا عايز اقول لك ان طبعا في قصور بالنسبه لنا بشكل كبير جدا مع كل المديرين الفنيين اللي انت ذكرتهم لحد كروش. مهم جدا في شغل المنتخبات يا احمد فعلا انك انت يعني الشغل الجماعي اللي هو ازاي تطلع بالهجمه من تحت. يعني مفتقدينها. دي الحته اللي كنا بنتكلم فيها، احنا عندنا لما الكره بتبقى معانا بنجد صعوبه شديده جدا في ان احنا بالزبط. نستحوذ وان احنا بالزبط. ننقل ونتحرك من غير كوره، دايما في حاله معاناه، وخصوصا لما تكون فرقه اللي قدامك بتضغط كويس ومستوى اللياقه البدنيه عندها كويس، بترهقك بشكل كبير جدا وبتمنعك من انك انت تنقل وتتحرك بشكل كويس في الملعب او تبني هجمه. يعني دي ده حصل امبارح من ضمن الحاجات فعلا اللي كانت موجوده امبارح بشكل كبير. وطبعا احنا بنتمنى من مستر كروش في الفترات اللي قبل كده والفترات اللي جايه ان احنا نقدر نشتغل على الكلام ده، لان انت شغل المنتخبات يا احمد هو ده. ازاي شغل المنتخبات معظمه كله بيبقى تكتيك. تمام. دي من ضمن الحاجات اللي لازم كان مستر كروش يشتغل عليها، ازاي الاربعه مدافعين اللي تحت يطلعوا لنا الهجمه لنص الملعب بنظام التنظيم من خلال الربط بين الباك والهاف والجناح، يعني والباك والهاف والجناح، وبالنسبه لقلبيه الدفاع ازاي يلعبوا مع الاثنين اللي هم 6 و8. نفس الكلام بالنسبه لنص الملعب، ازاي بيبقى رابط مع الباك ومع الجناح في حته ان هو يقدر يخترق ويقدر يوصل لنا الهجمه للثلاثه اللي قدام، ازاي الثلاثه اللي قدام بيهربوا في تحركات مستمره في مرونه تكتيكيه بالنسبه للهروب، ازاي بيهربوا من الرقابه يعني محمد صلاح لما بيخش لجوه، ازاي بقى مين اللي موجود تحته يقدر يطلع لنا في الحته الفاضيه دي. في ناس كتير امبارح شافت انه مع يعني بعد ما وبدايه من الشوط الثاني النتيجه في صالحنا 1-0، ضغط كان عنيف جدا من منتخب السنغال في محاوله التعويض. في ناس كانت رايي بيقول انه كان من الواجب جدا انك تفكر في تغيير هجومي، وخصوصا لما المباراه قربت من نهايتها، انك انت تدفع بزيزو لعيب سريع عنده قدره على الحفاظ على الكره، عنده قدره على صناعه فرصه او تمريره يعني تمثل خطوره، منها انك انت تحاول تعزز الهدف، ومنها انك انت تخفف الضغط شويه على الـ على الـ على خط دفاعك. ورغم كده شفنا تبديلة مرموش بمصطفى محمد، وشفنا تبديلة دونجا اللي هو اساسا برضو يعني مركز بمركز مفيش فيها دعم للناحيه الهجوميه. متفق مع التغييرات دي وشايف انه الطريقه دي كانت انسب لمواجهه منتخب السنغال، ولا كان من الممكن يبقى في جرأه اكتر او لا يعني احنا كنا محتاجين جرأه اكتر من كده، ودي موجوده عنده وموجوده عند اللعيبه. يعني النهارده مثلا غصب عنك انت عبد المنعم بياسر يعني اصابه حاجه اضطراريه ماشي، فبتضطر مدافع بمدافع. لكن في التغييرات الهجوميه يا احمد انت عايز تعزز الهدف، فلازم تبقى تغييراتك معظمها تبقى هجوميه. زي مثلا لما مرموش نزل، يعني احنا اتاخرنا على مصطفى قوي يعني كان لازم من يعني بدري شويه. بعض المدربين بيضطر ان هو بيدي 10 دقائق من الشوط الثاني لعل وعسى المهاجم يبدا يفوق يعني. لكن لما بيفضل يعني بنفس الطبيعه اللي بدا بيها، فبضطر ان انا اسحبه وانزل مهاجم او حد يقدر يلعب في المكان ده يكون عنده رشاقه ومرونه، عنده نشاط، عنده شخصيه كمان. متفق انه كان مرموش البديل الانسب. مرموش، واحنا شفنا لما مرموش نزل، لان مرموش وانت بتهاجم ساعات بيميل للداخل. يعني كره عند صلاح تلاقي مرموش وهو جناح بيبدا يخش كراس حربه، وعمل امبارح كره كانت استلمها ولف، كانت قريبه جدا لف بالراجل الشبكه من بره، الشبكه من بره كانت ممكن تبقى هدف بشكل كبير. تريزيجيه انا شايف تريزيجيه وصل للدقيقه 60 65 كتر خيره صراحه. يعني كان محطه فعلا زي ما قلت لك بامكانياته المهاريه بخبراته، لكن مع الخبط والقوه اللي كانت موجوده عليها دفاعات السنغال، فانا كنت شايف ان زيزو ممكن يبدا مكان تريزيجيه. هو تغيير زيزو امبارح الناس كانت دايما زيزو او قفشه ممكن دايما الناس بتبقى مستنياها على حساب حد من الثلاثه بتوع نص الملعب. انا جاي لك في الكلام، قفشه ممكن النين يطلع وقفشه يلعب وهتغير الطريقه. ما هو بردك من ضمن الحاجات اللي مستر كروش لازم يبقى عنده في الاستراتيجيه بتاعته
انك انت مع تغيير اللعيبه وتغيير الطريقه. انت لما بتغير اللعيبه داخل الملعب اكيد الطريقه بتتغير. فكنا ممكن نرجع لطريقتنا اللي احنا متعودين عليها اللي هي 4-2-3-1 بوجود قفشه وخروج النني، لان النني عمل برضك موجود كتير جدا يعني في 60 ما حسيناش بالنني، 65 يعني حسينا ان النني حصل نوع من الاجهاد. فانت النهارده لما اشيل النني واخد بالك او اشيل السوليه وادفع بقفشه اكيد بتنشط الحته بتاعت نص الملعب. ليه بقى؟ لان واضح ان في سيطره في نص الملعب للسنغال، احنا محتاجين حد عنده نص الملعب يقف على الكوره بالظبط، حد عنده الميزه دي. والنني الحقيقه يعني كمان انا يعني كنت شايفه وصل لقمه تالقه وتوهجه في بطوله امم افريقيا. الفكره مع الارسنال وعدم المشاركه دي يعني راجع عليه هو شخصيا بخسار وعلينا احنا كمنتخب مصر يعني بالظبط. وبعدين يعني احمد امبارح برضه خد بالك دور النني انا شايفه كتير بيطلع لبره ناحيه اليمين، كتير بيطلع لبره ناحيه الشمال، وفي الاخر كمان ضم على عمر جابر عشان يقفله على ساديو ماني بالظبط، لانه كان يعني مصدر خطوره كبيره على المنتخب. ففي مجهود مبذول طول ما انت يعني تمركزك بتطلع بره كتير، فبتفقد مجهود اكتر من المجهود اللي انت مطالب بيه. فانا شايف ان قفشه كان ممكن يبقى التغييره الثالثه التغييره الرابعه بالنسبه لنا، انك انت عايز تسيطر على نص الملعب، واضح ان في سيطره من السنغال على نص الملعب، فاحنا عايزين حد عنده الملكه دي وحد عنده الثبات ده وحد عنده المهاره دي وحد عنده رؤيه وبلاي ميكر. فقفشه كان ليه دور انا في رايي كان ممكن يبقى مهم جدا، كان ممكن يبقى ورقه رابعه مستر كروش يقدر يدفع بيها بشكل طيب كبير جدا. هاخدك لماتش دكار. اولا من مكاسب امبارح انه النتيجه دي كسرت الحاجز النفسي بتاعه ان احنا منتخب السنغال اللي كسبناكم في اخر مواجهه في نهائي بطوله لا احنا منتخب مصر اللي قادرين نكسبكم وكسبناكم بنتيجه 1-0. نمره 2 انك انت خففت الضغط شويه، انت لما تبقى رايح تلعب في داكار وانت كسبان 1-0 وخصوصا 0 قبل الواحد احسن بكتير جدا من ما تكون متعادل بنتيجه لا قدر الله 1-1 او 0-0. فالتوتر والضغط قل من عندك واتصدر لهم هم اكتر، هم النهارده هيبتدوا المباراه وهدفهم ان هم يتعادلوا اولا قبل اي شيء، وده شويه هيكون ليه حسابات مختلفه عن هو بيبتدي معايا هنا في القاهره والنتيجه 0-0. فكره انك انت تبني خطتك على النتيجه دي، تطمع اكتر في منتخب السنغال هناك ولا تتحفظ اكتر وتحاول تدافع عن اللي انت حققته هنا في القاهره، تحاول تخطف جون وتصعب المهمه وتزود الضغط عليهم، ولا اقول هلعب ال 90 دقيقه مباراه جيم دفاعي زي ما عملت مع كوت ديفوار والمغرب والكاميرون؟ لا هتتقسم اكيد بالنسبه لمستر كروش، لان مستر كروش برضه بيتفرج على الفرقه. البدايه ازاي؟ البدايه ازاي يا كابتن مالك؟ نفس الطريقه والتشكيل هنا؟ البدايه هنلعب بطريقه 4-3-3. التشكيل مطالب ما لعبش فيه يا احمد، يعني ما لعبش فيه كتير، يعني هو طبعا فاجئنا بعمر جابر. أيوه. وفاجئنا بتريزيجيه. فاجئت ازاي بعمر جابر؟ انا فوجئت بصراحه لان طبعا كان عمر كمال وبعدين الولد هو كان اكرم توفيق اساسا، اكرم وبعدين عمر كمال وبعدين هاني، بس لولا الاصابه بالظبط كده. فانا شايف ان كانت جرأه من مستر كروش بصراحه، والتحضير كان يعني على اعلى مستوى، لان عمر ادى مباراه مميزه بشكل كبير. تريزيجي كمان لحد الفتره اللي هو لعبها اداها بشكل كبير. ف مش عايز العب في الفرقه يعني مش عايز العب في التشكيل. يبقى اول حاجه هنقول طريقه اللعب. تمام. طريقه اللعب 4-3-3 اللي هي التقليديه اللي لعبنا بيها طبعا في الكاميرون وشفناها مع الفرق الكبيره بنادي بيها بشكل ازاي. لما بتفقد الكوره بالثلاث خطوط بتوعك بينزلوا نص ملعبك في ال 30 يارده، وبنقدر نقفل المساحات على فرقه السنغال في سبيل ان احنا بنمنع بقى الحاجات المميزه فيهم اللي هي القوه والسرعه والاختراقات والمهاره. فانت لما بتقرب خطوطك هم بيتعطلوا بشكل كبير، ودي كانت باينه يمكن فترات في الماتش الاولاني اللي موجود هنا. نمره 2 التشكيله. انت لازم تلعب بالتشكيله اللي انت نهيت بيها، اللي هي اللي بدات بيها المباراه. يعني بالنسبه للشناوي انا عندي المساكين الاثنين مش هيلعبوا، عبد المنعم انا جاي لك بقى في حته في الجزئيه دي. الجزئيه عندي 5 اسماء عايزك تختار لي منهم 2 من وجهه نظرك الانسب. عندي ايمن اشرف، عندي ياسر ابراهيم، عندي محمود علاء، عندي علي جبر ضموا الراجل، ورامي ربيعه. مين الانسب؟ دي المشكله يا احمد اللي هتقابلنا. اخطر مكانين في الملعب وفي تشكيله الفريق دكار. قلبي الدفاع وراس الحرب. اخطر مكانين اللي هو قلبي الدفاع دول المكانين اللي بتصب عليهم الشغل كله، الضغط كله. ايوه.
واخد بالك؟ ياسر عمل جيم هايل بصراحه امبارح. نمره 2 اللي راس الحربه. ايوه. احنا طبعا يعني سبحان الله يعني كان حجازي والونش واطمنا قوي بوجود الاثنين، لان المكان ده يا احمد مش عايز اللعب فيه كتير، اللعب فيه كتير يعني مش عايز اقول كلمه يعني بيجيب بيجيب بالجانب السلبي. تمام. فاحنا النهارده لما ربنا كرمنا بحجازي والونش فعلا كان السد منيع بالنسبه لنا، وكان في ثبات بالخط ده يعني بشكل كبير من افضل الخطوط اللي كانت موجوده في كاس الامم الافريقيه في الكاميرون. اصابه حجازي ربنا كرمنا بعبد المنعم. عبد المنعم دخل ما حسيناش بان حجازي خرج، ادى الدور بشكل مميز بشكل كبير، ويعني ادى ثقه لمستر كروش ان هو يعني واعد تراهن عليه وراهن عليه. اصابه عبد المنعم حطينا ايدينا على قلبنا. ياسر مش ان احنا بنقلل من قيمه ياسر، بالعكس، لان ياسر نازل في وقت اول مباراه دوليه بالنسبه له، مباراه فيها الجماهير دي، ومباراه السنغال، ومباراه فيها مصيريه وكاس عالم. فانا بحيي ياسر بصراحه. يعني على ادائه المشرف والمميز، يعني ياسر اثبت لنا ان هو فعلا خامه طيبه، وان لعيب قلب دفاع على اعلى مستوى، وادى الدور اللي طلب منه كمان بامتياز. فالنهارده لما الونش كمان ياخد الانذار اللي هيحرمه من مباراه السنغال، مباراه العامده، فبقى ما عندناش غير ياسر ومستر كروش هيبدا بقى طبعا يضيف علي جبر من بيراميدز، وعلي طبعا من اللعيبه اللي لعبت قبل كده مع منتخب مصر. ايوه. وبعدين رامي طبعا لعيب لعب مع النادي الاهلي ولعب مع منتخب مصر عنده خبرات، ومحمود علاء لعيب نادي الزمالك اللي هو مين الثنائي الامثل؟ ولا تتوقع يعني احتمال وارد انه يبتدي بثلاثه؟ يعني ممكن يلعب بثلاثه في الحته دي في مباراه العوده؟ هو ثلاثه هيبقى حمدي فتحي قدامهم. هيبقوا اثنين. لا انا بقول ثلاثه مساكين، يعني ممكن يبقى ايمن اشرف، لا ياسر هيبقى صعب. واخد بالك؟ بحس الراجل اصله عقليته دفاعيه اكتر. يعني مش مهتم بفكره الكره الهجوميه، مش مهتم بفكره الكره الممتعه، راجل عايز يوصل للهدف من اقصر الطرق. طبعا عايز يقفل الجانب ده بشكل كبير. فانا شايف ان ياسر هيبقى رقم واحد في الجزئيه دي. تمام. نمره 2 علي جبر لاجل الطول، احنا خد بالك يا احمد برضك طوال بشكل غير طبيعي. ودي نقطه مهمه جدا يعني. من ضمن الحاجات اللي بيرجع ليها السنغال في الكور الثابته، اذا كان كورنر او فاول جانبي او فاول مباشر، عنده حوالي 4-5 اطوال. ومع الاسف الاطوال دي في مباراه العوده هيعتمدوا عليها بشكل كبير. لان في اوقات هم بيعتمدوا على القوه بتاعتهم بس احنا بتاعتهم. سواء الكره العرضيه اللي احنا لعبناها جوه الصندوق بتاعهم او الكره العرضيه اللي هم لعبوها، الافضليه كانت دايما للناحيه الجانب المصري. لاعبتنا يعني رغم فرق الاطوال دي، انا طبعا كل كره ثابته بتيجي حوالين الصندوق عندنا فرصه هدف ليه؟ يعني ومهم جدا ان احنا ما نعملش فاولات في الحته دي. يعني من ضمن الطريقه ومن ضمن الخطه ان انا لازم اقول للناس اللي بتدافع، خدوا بالكم يا جماعه في التلت الدفاعي على قد ما نقدر ما يجيش فاولات جانبيه او فاولات مباشره او كورنر، لان الحاجات دي هم في اوقات كتيره جدا هيعتمدوا عليها. لما الجيم يبقى مقفول يا احمد الفرقه الكبيره بالظبط، ارمي في الصندوق، يرجع بقى للشغل الافريقي بتاعه بقى، ارمي في الصندوق، يلا يا جدع بقى القوه بقى، واخد بالك، والنط والكعان واخطف بقى واخطف. وبعدين السرعه نفس الكلام. فدي من ضمن الحاجات برضك اللي انت بيحطها مستر كروش في الشغل التحضيري لهذه المباراه. كمان وانت بتحضر للمباراه دي هتلعب في الجانب الهجومي بنسبه قد ايه؟ لا انا عايز في الجانب الهجومي اسالك سؤال مهم يا كابتن ماهر. في مباراة القاهرة احنا ما هاجمناش السنغال الا لغاية لما احرزنا الهدف تقريبا، بعد كده كان لينا يعني ما يتقالش عليها هي مناوشات، يعني اما بنوصل بكرة بكورنر ولا حاجة، لكن ما كناش بنلعب لعب هجومي قوي. هل في المباراة دي شايف انه مستر كارلوس كيروش عليه انه يلعب براس حربة صريح؟ ولا ممكن مصطفى محمد مع كامل الاحترام والتقدير للامكانيات، انا بشوف ولد عنده امكانيات كويسه، يريح ونعتمد على لعيب يقدر يمسك كوره، يقدر ينقل هجمه، يقدر يوصل صلاح وتريزيجيه لو هيبتدوا المباراه بابسط واقصر طريقه ممكنه؟ وانت فتره هتحتاج مصطفى محمد من بدايه التشكيل ليه، زي ما قلنا الحاجات الفاولات اللي عليك والحاجات الثوابت اللي عليك. مصطفى بيقدر يجيد العاب الهواء وهو موجود في وسط ال 18 بتاعت. يعني عنصر من العناصر بتعتمد عليه.
النقطه الثانيه، لو انت لاحظت كده احمد، احنا لما بدانا نلعب كوره طويله مصطفى بينط بيقدر ياخدها بدماغه، فدي ممكن تبقى جمله يعني، مصطفى لما ينط يقدر يحولها لصلاح. شايف انه السنغال هيسيب لك انا يعني انا متوقع انه دفاع السنغال في مباراه العوده هيبقى اكبر بكتير من مباراه القاهره، وبالتالي انا شايف انه فرصتنا ان احنا نلعب على المساحات دي بلعيبه بتلعب كره على الارض ولعيبه عندها السرعه زي صلاح يعني. بالزبط. صلاح لوحده مش هيكفي يعني. بالزبط. صلاح تريزيجيه ممكن، مصطفى زي ما قلت لك اذا تريزيجيه بدا نفس الكلام. ودي جمله احنا بدانا بيها المباراه وكانت جميله جدا. الكره الطويله اللي من بره اللي من ورا يعني كان حجازي مميز بيها، لمصطفى بينط ومصطفى بيجيد العاب الهوا بيقدر يحولها يحولها لصلاح يحولها لتريزيجيه، فدي برضك من ضمن الحاجات اللي احنا هنعتمد عليها على مصطفى. الحاجات الثابته كمان اللي دخل ال 18 انت برضك عايز عنصر الطول. ايوه وحد بيجيد 18 بتاعنا 18 ولا بتاعهم السنغال. السنغال حد بيجيد العاب الهواء ضيعنا احنا كورتين برضو يعني امبارح كانوا سهلين جدا. ممكن كان ممكن نقدر ناخدهم بشكل كبير. كمان لازم يبقى لان هم كمان يا احمد منظمين، هم هيطلعوا بالهجمه زي ما بداوا هنا زي ما يبداوا هناك، وانا عندي احساس ان شاء الله باذن الله ان احنا هنكون افضل هناك. لان برضك حته الاستنفار بتاع لعيبه منتخب مصر ان هم بيحبوا يلعبوا مع الفرق الكبيره اللي ليها باع زي السنغال، انا شايف ان الشكل هيتغير بشكل اداء جيد بالنسبه لمنتخب مصر ان شاء الله في مباراه السنغال هناك. النقطه كمان التكتيكيه المهمه جدا، انت بس ما قلتليش في خط الدفاع تفضل ان مباراه السنغال عمر كمال فتوح بيتهيالي هيبتدي، ولا تفضل انه ايمن يكون في الحته دي؟ فتوح 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 فتوح. انا قلت لك علي جبر وياسر وياسر وهيبقى النني والسوليه وحمدي فتحي. حمدي فتحي قدام الاثنين المساكين. ايوه وهيبقى صلاح ومصطفى محمد وتريزيجيه. وصلاح ومصطفى محمد وتريزيجيه. وزي ما بقول زي ما بقول لك بقى انك انت من خلال التغييرات هتضطر تغير اللعيبه اللي انت شايفها حسب سيناريو المباراه. بالظبط حسب سيناريو المباراه. حاجه دفاعيه هتضطر تحط حاجه في نص الملعب عايز تامن، هتضطر حاجه هجوميه عايز تعوض، هتضطر انك انت دي من ضمن الحاجات اللي مستر كروش في التغييرات بيبدا يشتغل من خلالها. لكن انت بنسبه مجمل يعني تقسيمك للمباراه انا شايف 70% هتبقى مدافع، 70% مدافع بتامن خطوطك بشكل كبير، 30% مهاجم حسب الجمل التكتيكيه هتشتغل عليها. سرعات زي ما انت ذكرت هم موجودين في نص ملعبنا هيبقى في مساحات بالنسبه لهم في ظهرهم بشكل كبير، اقدر اعمل حاجات صحيح. فيها كونتر اتاك لصلاح ان شاء الله نتمناها ان شاء الله باذن الله تكون مباراه التاهل لكاس العالم. قبل ما اختم حلقه النهارده كابتن ماهر اسمح لي اطمن جماهير الاهلي على نجمنا طبعا اكرم توفيق اللي بمناسبه فتره الراحه دي طبعا يمكن مستر بيتشو موسيماني كان موجود زي ما حضراتكم شايفين، هو يمكن كان موجود بدايه الاول في الامارات وبعد كده راح قطر وكانت فرصة انه يقابل اكرم توفيق طبعا اللي بيعمل فترة التأهيل بتاعته هناك يقابله ويطمن عليه، ويمكن بعت حتى على صفحته على تويتر او على انستجرام كتب طبعا انها كانت فرصة طيبة جدا، ده بيتشو على سان بيتشو موسيماني يعني انه كان فرصة ان هو يطمن على تعافي مفصل اللي هو يقصد بيه طبعا اكرم توفيق، وقال ان شاء الله انه حالة او برنامج التاهيل بتاعه ماشي على افضل شكل ممكن وانه هيتعافى قريب جدا وان شاء الله يعود. دي التويته اللي عملها بيتشو موسيماني على تويتر وقال فيها انه يعود قريبا ان شاء الله. وبمناسبه العوده اقول لكم برده ان شاء الله انه فرقتنا ترجع من بكره ان شاء الله باذن الله ترجع مره ثانيه للتدريب عشان يستعدوا لمواجهه الهلال في بطوله دوري ابطال افريقيا ان شاء الله في بداية شهر إبريل. كلمة أخيرة توجهها لنجومنا ورجالتنا الحقيقة اللي قدموا عرض محترم جدا امبارح كابتن ماهر قبل مواجهة السنغال في داكار إن شاء الله. بنبارك لهم طبعا لنجوم منتخب مصر، الشوط الأولاني اللي في مصر 1-0 فزنا على السنغال، وإحنا عندنا ثقة كبيرة جدا جدا يا أحمد في لعبتنا إن شاء الله. إن شاء الله هيقدم مباراة تليق باسم مصر وتليق باسم الجيل الجميل ده إن شاء الله بإذن الله يرجعوا لنا بنتيجة إيجابية ونبقى من خلال السنغال إن شاء الله على كاس العالم قطر 22 باذن الله. ان شاء الله حلم المصريين كلهم ان هم يشاركوا في نسخه المونديال اللي جايه، وبالتالي حلم اللعيبه يعني زي ما اتفقنا انه اي لعيب بيحلم انه يلعب في كاس العالم. الفرصه بتقرب مننا والفرصه في ايدينا، نتمنى ان احنا نتمسك بيها، واذا
حافظنا على نفس الروح ونفس الاداء اللي براهن دايما ان هم ممكن يعوضوا فوارق كتير جدا بيننا مش بس وبين السنغال، بين اي فريق كبير جدا بنلعب، وان شاء الله قادرين على التاهل على حساب السنغال. بشكرك شكرا جزيلا كابتن ماهر، نورتنا وشرفتنا، وبكره ان شاء الله في نفس الميعاد نتقابل دايما على كل خير على شاشه الاهلي. تحياتي لحضراتكم.